يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناه اي تي سي في كل مكان. حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجه عايزه افكركم بارقام التواصل الخاصه بينا اللي موجوده قدامنا على الشاشه، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحه اي تي سي تي في. وخلينا نبدا حلقتنا، وعايزه اتكلم معاكم عن موضوع مهم لانه معظمنا بيعمله. معظمنا طول الوقت قاعد ماسك التليفون في البيت ومركز فيه، ووشه والشاشه يعني خلاص بقينا شبه الشاشه، بقينا خلاص قربنا ان الشاشه تبقى جزء من وشنا او جزء من عينينا. بننسى خالص نركز مع اللي حوالينا، وبيضيع مننا وقت مهم ممكن نقضيه مع عائلتنا، مع الناس اللي بنحبهم. بيضيع منك وقت ممكن تقضيه مع جوزك، بيضيع منك وقت ممكن تقضيه مع مراتك، تتكلموا مع بعض، تحكوا، تقربوا من بعض اكتر، بدل ما كل واحد في وادي، وبدل ما كل واحد بركز مع حاجة ومع الاهتمامات الشخصية قوي قوي بتاعته، وقاعد بيحلم بالعالم الافتراضي ده، العالم الافتراضي اللي سحبنا من حياتنا الواقعية وخلانا ما نركزش فيها وما نستمتعش بيها، زي ما بقينا بنقضي وقت كبير جدا جدا على التليفونات وبنستمتع بوقتنا واحنا على التليفونات. طيب ايه هي فايدة ان الواحد يبعد عن التليفون وان نركز مع شريك حياتنا؟ خليني اقول لكم الفوائد هتكون عامله ازاي. يعني اكيد اكيد العلاقه هتبقى الطف كتير، هتبقى احسن كتير. اهالينا زمان ما كانش معاهم موبايلات على فكره، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان نسبه الطلاق ونسبه المشاكل ونسبه الخناقات وعدم الاتفاق بين الازواج كترت جدا جدا جدا. السوشيال ميديا والموبايلات سبب اساسي من الاسباب على فكره، انك زي ما قلت لكم كده احنا قاعدين عايشين في عالم افتراضي وبنحلم احلام يقظه معاه. اللي بيشوف موديل حلو على موقع من مواقع التواصل، واللي بتشوف واحد مش عارف عنده عربيه عامله ازاي، واللي قاعده عماله بتحلم انها قاعده في بلد ايه، واللي قاعد بيحلم ان هو بيشتغل ايه، وما فيش حد عايز يعيش واقعه. فطبيعي جدا ان ده يعمل مشاكل ما بيننا. لكن اهالينا زمان كانوا بيقعدوا مع بعض يتكلموا يحكوا، بعد ما يخلصوا كل بقى مسؤولياتهم ومشاغلهم والكلام ده، في بقى كوبايه القهوه ولا كوبايه الشاي اللي بيقعدوا على رواقه يسمعوا ام كلثوم ولا يسمعوا ايا كان ولا يتفرجوا على فيلم. ليه احنا ما نرجعش نعمل كده تاني؟ ليه احنا ما نسيبش التليفون بارادتنا، بدل ما يجي وقت نندم فيه على الوقت اللي احنا ضيعناه مع الناس اللي بنحبهم لما يختفوا من حياتنا، ونقول يا ريتنا كنا قعدنا معاهم بدل ما احنا قاعدين على التليفونات. واكيد المشاكل هتقل زي ما بقول لكم. يعني ممكن جوزك يحس بالإحباط وبعدم التقدير لما يلاقيكي قاعدة مشغولة بالتليفون، قاعدة هو داخل يا مساء الخير أو مساء النور، بتعمل ايه بس لحظة خلاص بعمل حاجة مش عارف ايه، أو بيكلمك وانت مش سامعة أصلا سرحانة أو العكس. فده أكيد أكيد هيحسس جوزك ان انت مش مهتمة بيه، ان انت مبقتيش تحبيه، ان انت بتفضلي عنه أي حاجة تانية غير ان انت تتكلمي معاه، وهيحصل مشاكل وخلافات كبيرة. فكرة ان احنا ممكن نقلل التليفون من حياتنا او نقلل من استخدامه واحنا قاعدين في البيوت دي حاجة مهمة قوي قوي، لازم كلنا نعود نفسنا ان احنا نحاول نعملها. من غير تليفون مش هتلاقي مشاكل، هتلاقي نفسكم قاعدين بتتكلموا مع بعض، هتلاقي الدنيا لطيفة جدا جدا، والسعادة ما بينكم هتزيد، هيقلل قوي قوي التنشن اللي بيكون ما بينكم، لان كل واحد فيكم شايف حاجة على التليفون مش شايفها في الواقع، مش شايفها في الحقيقة. اللي هو انا ايه اللي مقعدني هنا؟ ما احمد ربنا اصلا ان انا قابله عايشه العيشه دي، وهو يقول احمد ربنا اصلا ان انا رضيت اتجوزك ولا عملنا بيت ولا. ف بتخلي الناس تقطع في بعض من غير ما يحسوا. طب اعمل ايه علشان خاطر ابعد عن التليفون؟ التليفون بقى شيء اساسي في حياتنا. اعمل ايه عشان ابعد عنه؟ قولي لي. هقول لك. بصي يا ستي، بمجرد ما تبقي في البيت، سواء بقى انت بتشتغلي او مش بتشتغلي، بمجرد ما جوزك كمان يوصل التليفون بتاعك ده، اعمليه سايلنت، اعمليه صامت. ادام انتوا كملتوا خلاص في البيت انت وجوزك واولادك، يبقى ملوش لازمه التليفون خلاص. يعني هتبقي عايزه تطمني على مين؟ هتجيلك مكالمه مهمه من مين تاني؟ طبعا ده لو يعني متطلبات شغلك او شغلك، انا بتكلم معاكم انتوا الاثنين على فكره الراجل والست، لو متطلبات شغلكم ان انتوا ممكن يعني تقفلوا التليفون، او مش متطلب منكم ان انتوا دايما تبقوا فاتحين التليفون او دايما فاتحين صوت التليفون لازم تردوا ضروري. يعني لو مش دكتور طوارئ مثلا او دكتورة طوارئ، لو مش يعني الناس اللي بيستدعوا
بسرعه. اي حد بيجي بقى للعاجل او للطوارئ دول اللي لازم يسيبوا تليفوناتهم على طول مفتوح 24 ساعه، انما اي حد بيشتغل شغلانه تانيه سهله او مش سهله، ما اقصدش سهله، اقصد سهل ان انت تقفل فيها التليفون او تفصل منها شويه، يبقى اعمل كده على طول او اعملي كده على طول. تخش البيت طمني على اهلك على عيلتك ان هم كلهم كاملين في البيت، خلاص اقفلي صوت التليفون علشان بقى ايه النوتيفيكيشنز اللي بتيجي، الاشعارات اللي بتيجي كل شويه دي كل شويه تخليك تمسكي التليفون وتبصي فيه. طب اما اشوف ده مين بعت لي ايه، مين كتب لي كومنت ايه، مين عمل لي لايك على ايه، مش هتخلصي. كل واحد بيدخل على السوشيال ميديا بتاعته بوقته هو، فيقوم جاي صاحبك في الوقت المناسب ليه هو، يقوم جاي صاحبك عشان هو عمل لايك ولا عمل كومنت ولا لا. اعملي انشطه بقى مع جوزك في الوقت اللي انتوا هتقفلوا فيه صوت التليفون ده، زي ما قلت اتفرجوا على فيلم، ادخلوا المطبخ اعملوا اكله حلوه. ومش بقول يا الرجاله اللي بتزعل من ان بقول لك ساعد مراتك في المطبخ، اقعد معاها سليها واتكلموا وهي بتعمل الاكله الحلوه عشان ما تتضايقوش. يعني شوفوا انتوا نظام بيتكم ايه، كوبايتين شاي، اقعدوا في البلكونه اتكلموا في اي حاجه، سيبوا التليفونات. افتكروا اهاليكم سواء بقى اب وام او اجداد كانوا بيعملوا ايه وكانوا بيستمتعوا بوقتهم الفاضي ازاي، وحاولوا ترجعوا للوقت ده. والله العظيم هتلاقوا روقان وراحه بال، وهتلاقي ان انت بتعرفي الشخص اللي قدامك بعد ما الحياه خدته وغيرته والمسؤوليات خلت شخصيته تختلف، وانت كمان هتكتشفوا في بعض حاجات مختلفه. بعد ما الموبايل خدنا من بعض وسحبنا من بعض، لو رجعتوا تقعدوا مع بعض تاني من غيره ومن غير ازعاجه ومن غير تشتته، هتكتشفوا في بعض حاجات مختلفه. فخدوا بالكوا كويس قوي من حته ان الموبايل ده بيبقى عامل زي الدره في البيت. الواحد كده بيبقى عايش ومعاه دره في البيت، ويا ريتها دره واحده. شوفي كام بقى حد عندك على السوشيال ميديا وكام حد عنده على السوشيال ميديا، فشوفي بقى الحاجات اللي قاعدين بتتابعوها بتشوفوها وحياه الناس اللي قاعدين عمالين تراقبوها. ايه التشتت ده؟ هو الواحد المفروض يقعد على السوشيال ميديا ساعه ساعتين بالكتير، اكتر من كده يبقى ارهاق ذهني وارهاق نفسي، وحتى عينيكوا يا جماعه تتعب وتتاثر. الناس اللي نظرها ضعيف هيضعف اكتر، والناس اللي نظرها مش ضعيف هيضعف وهتصدعوا. طب ليه؟ استمتعوا ببعض واستمتعوا بالوقت اللي انتوا فيه مع بعض، عشان ما نرجعش نندم بعد كده نقول يا ريتني كنت سبت التليفون وركزت مع ابني، يا ريتني كنت سبت التليفون وركزت مع جوزي قبل ما تختفوا واحده غيري، يا ريتني كنت سبت التليفون وقعدت اتكلمت مع حبايبي اللي بحبهم قبل ما يبعدوا عني. فالتليفون على قد ما هو مفيد، السوشيال ميديا على قد ما هي مفيده، على قد ما برضو فيها ازعاج كبير جدا جدا وتشتت كتير جدا جدا. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا دايما ناخد من كل حاجه القدر المتوسط، القدر اللي مش هيأذينا او اللي مش هيأثر علينا وعلى حياتنا وعلى نفسيتنا. واتمنى لكل الناس طبعا السعاده. طيب عايز اتكلم برضو في حاجات ما ينفعش تنشروها بقى، بما اننا بنتكلم على الانترنت هنتكلم على حاجات ما ينفعش تنشروها على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. ليه؟ لان احنا في حياتنا عموما بنبقى عندنا يعني شويه حاجات بنعدي بيها وبنمر بيها وبنبقى عايزين ان احنا نشاركها مع الناس، بس مش كل حاجه نقدر نشاركها مع الناس، خاصه لو احنا مثلا بنشتغل شغلانة الناس بص علينا او عينيها علينا. ففكره ان انا حياتي كلها على السوشيال ميديا، وكل ما يحصل لي موقف اكتبه على السوشيال ميديا، وكل ما ابقى متضايقه من حاجه احط رايي على السوشيال ميديا، دي هتبقى مؤذيه عليكم بعد كده، هيعمل لكم مشكله كبيره. ممكن يعمل لك مشكله في شغلك، ممكن يعمل لك مشكله في حياتك الشخصيه. بس انا النهارده عايز اتكلم اكتر على حته الشغل. يعني يكون عندك مشكله في الشغل، تروحيش بقى تكتبي على الفيسبوك، تقعدي بقى تلقحي بكلام بقى على الفيسبوك بقى سواء على المدير ولا على الزميل ولا الكلام ده هيعمل لكم مشاكل كبيره قوي قوي. وانتم متخيلين؟ انا ببقى عايزه افهم الناس اللي بتقعد تلقح على السوشيال ميديا دي، هو انتم متخيلين انه ده، انا ما كتبتش اسم حد، انا ما كتبتش حد بعينه، فالشخص اللي انتم بتتكلموا عليه ده مش هياخد باله، مش هيعرف ان هو، مش هيأذيكم، مش هيعمل لكم مشكله، مش هيرد. طب ليه؟ ففكرة انك بقى تكتبي تنتقدي رؤسائك او زملائك او مكان العمل او تفشي اسرار العمل، تتكلمي عن اسرار الشغل بتاعك او معلومات سرية او الشغل مثلا فيه مشكلة اقتصادية، في مشكلة في الفلوس، تكتبي انا عندنا مشكلة مش عارف ايه، ولا بقى لي قد كده مش عارف ايه ما قبضتش ازاي،
ده فتح للمكان اللي انت بتشتغلي فيه، كل مكان وليه قدسيته وخصوصيته. وبعد كده على فكره مش حلو لسيرتك الذاتيه، ومش حلو لشكلك، ومش حلو لاي شغل هتروحيه بعد كده. طب انت عملتي مشكله هنا او مشيتي يا ست، نقول ان احنا ماشيين مثلا من مكان والمكان ده احنا ماشيين منه بسوء تفاهم، اروح بقى اكتب امسك الفيسبوك ده المكان الفلاني ده كذا وكذا وكذا، والراجل كذا عمل كذا، والست كذا عملت كذا، وخدوا بالكم من كذا. طيب مش حلو قوي، كتبتي كل اللي انت عايزاه، خرجتي كل اللي جواكي، يلا روحي شغل تاني. الناس هتفتح الفيسبوك بتاعك، هتفتح السوشيال ميديا بتاعتك، يلاقيكي فاتحه اللي قبليهم، يقلقوا منك، يخاف، يقول لك لا دي ما بتسترش مش عايزينها. فانت بتضري نفسك اولا، انت اول حد بيتضر انت، شكلك، منظرك، اسلوبك، شغلك هيتضر، كل الحاجات دي، كل ده هيبان ان هو هتخسري هتخسري هتخسري، مفيش اي مكاسب هتعود عليكي. لازم تاخدي بالك كويس قوي يا جماعه، هو احنا ايه اللي حصل لنا؟ هو احنا كنا يعني زمان ايام الجرايد والحاجات دي، وعلى فكره ده مش من زمان قوي، من 15 16 سنه ويمكن، يعني كنا اللي ما كانش بيكتب رايه كان بيموت، كان بيحصل له حاجه، كان بيتخنق، بيجيله قرشه نفس. لا، ما الناس كانت بتقرا الجورنال زي ما هو، والجورنال زي ما هو وخلاص، اللي عنده راي بيقوله اللي قاعد جنبه وخلاص، وفي ناس كتير ما كانتش بتقول برضه حتى. فايه ايه فكره ان انا لا ده انا شخص لازم اقول رايي واكتب واقول واشتم واهين واجرح واعمل، والله العظيم مالي اي لازمه خالص، غير ان احنا بنخسر وبنحرق دمنا وبنخسر ناس من حوالينا وبنخسر احترام الناس لينا. ولازم نخلي بالنا جدا 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 اي محتوى بننشره، المحتويات بقى الغير اللائقه او المثيره للجدل او الصور الغريبه او الصور الخاصه، وارجع اعيط واقول صوري اتاخدت والاكونت بتاعي اتسرق. طب ما احنا اللي حطينا ده، احنا اللي عملنا ده، انت اللي بايدك مسكتي تليفونك وقعدتي كتبتي الستيتس اللي بتشتمي فيها الناس ولا اللي بتجرحي فيها في الناس، انت بايدك اللي عملتي بوست للصوره اللي انت مش عايزه حد ياخدها. طب ليه؟ حاولي على قد ما تقدري ان انت تتعاملي بعقل مع السوشيال ميديا، تتعاملي بحكمه مع السوشيال ميديا، واحسبيها رايي ده هيفرق في حاجه، الصوره اللي انا حطيتها دي هتضيف لي حاجه، الفيديو اللي انا حطيته اللي فيه تنمر على حد ولا اللي فيه منظر ما القلوب ما تقدرش تتحمله، او خبر مش صحيح او اشاعه، يا بقى على الناس اللي تعشق الاشاعات، الحاجات دي هتضيف لي انا في شخصيتي حاجه؟ لا. هتضيف لي في شغلي حاجه؟ بالعكس. هتخلي الناس تحبني؟ خالص. هتعمل لي ريتش؟ ممكن تعمل لي ريتش، بس ريتش بايه؟ ان الناس تخش تشتمني، ان الناس تخش تقول عليا ان انا مش كويسه او مش متربيه او معرفش في الاصول او 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 او، ده الريتش اللي احنا عايزينه؟ اكيد لا، اكيد لا. لازم تخلي بالك من الحاجات اللي زي دي، والتفاصيل الشخصيه ما تشاركيهاش مع حد، ما تهمش حد، والله ما تهم حد. ده احنا بنقول كده للفنانين يا جماعه، ده احنا بنقول كده للفنانين، احنا مش عايزين نعرف التفاصيل الشخصيه عن حياتكم، فما بالكم بالناس العاديه. رحت المستشفى، حطيت الكانولا، صورت الكانولا، انا تعبانه يا ستي الف سلام، وبعدين مفيش كده، مفيش، الحاجات دي مش بتضيف لنا خالص 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 خالص، دي بتقلل من صورتنا. واللي يقول عليكي انت بتستعطفي الناس، واللي يقول عليكي انت تستغلي المرض، واللي يقول عليكي بتجري بالظرف اللي عندك ايا كان، طب ايه لازمتها؟ فاقفلي على نفسك وخلي لنفسك خصوصيه، خلي لنفسك رونق كده، مش كل الناس تعرف عنك كل حاجه، مش كل الناس شايفه صورك في كل حته وفي كل مكان، مش كل الناس شايفه كل لقمه بتاكليها، مش لازم، مش كل الناس تعرف كل المشاكل اللي بتعدي بيها. وبعدين نرجع نقول يا جماعه يا ريت الناس اللي مركزه معايا لو سمحتوا ما تركزوش معايا، كفايه بقى. طب هل انا قلت لك والنبي تنزلي الصوره عشان عايزه اعرف انت رحتي فين النهارده؟ لا، فانت اللي خليتي الناس تركز معاكي، اللي قلقان، اللي خايف من الحسد، اللي بيحافظ على صورته، اللي خايف على مستقبله المهني والشخصي، ما يحطش كل حاجه على السوشيال ميديا بالعقل. نونو نونو، حاجات بسيطه، حاجات بسيطة، والحاجات المهمة قوي، الحاجات انت عايزة تحطيها ذكرى، حاجات انت عايزة تفرحي بيها تجيلك بعد كده في الميموريز، انما كله 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 كل يوم عندي 1000 ميموري، لا دي حاجة غريبة جدا، مش هتستفيدي حاجة.
اقول لكم النهارده عندنا ايه. تعالوا اقول لكم النهارده عندنا ايه. النهارده عندنا فقره مهمه هنعرف فيها ازاي نتعامل مع ولادنا صح، ونعرف يعني ايه تربيه جنسيه، وهل مفيده للولاد علشان نحميهم ولا لا. عشان بس تفهمونا صح، احنا عايزين نربي الولاد انه ازاي يعرفوا يحافظوا على نفسهم، ازاي يعرفوا ان اللي بيحصل ده لا غلط، انت كده بتقرب من حاجه ما ينفعش تقرب منها. فازاي بقى نعلم ولادنا ان هم يعرفوا يحموا نفسهم من التحرش، واحنا كمان نعرف نحميهم من التحرش بكل انواعه. ده اللي هنعرفه النهارده في فقرتنا مع دكتور ايمان عزت، استشاري تربوي. كمان معانا فقره عن مغامرات البنات مع السفر، فهيكون معانا النهارده ثلاث بنات بيحبوا السفر والاماكن المختلفه، وتعرفوا على ثقافات مختلفه وعاشوا مواقف وتجارب كتير. هنعرف كل التفاصيل منهم لما ينورونا في فقرتنا. هينورنا أسماء حاتم وكاترين ميشيل ومريم صالح، بس خلونا الأول نروح لفاصل ونرجع نعرف كل التفاصيل. استنونا. احنا طول الوقت بنقول تربية الولاد مسؤولية كبيرة جدا، وفيها تفاصيل كتيرة قوي قوي لازم ان احنا نركز فيها، زي مثلا موضوع التربية الجنسية للمراهقين. ازاي اخد بالي من الموضوع ده عشان احمي ولادي واكون انا مصدر المعلومة ليهم، وفي نفس الوقت اطلع ولاد واعيين وفاهمين ومحدش يقدر يستغلهم. خلونا نعرف اكتر من ضيفتنا اللي منورانا في استوديو. انت دكتور ايمان عزت، استشاري تربوي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور ايمان، منوراني. اهلا بيك يا نور، مبسوطه بوجود حضرتك معايا جدا. انا كمان. في البدايه دكتور خليني اسال حضرتك، امتى الاب والام المفروض، او هل المفروض الاب والام يتكلموا مع ولادهم المراهقين في التربيه الجنسيه، وامتى لو ينفع؟ انا هاخد الرد من كلامك في المقدمه. انت قلتي يكونوا هم مصدر المعلومه لاولادهم. اذا المعلومه دي بالذات عن التربيه الجنسيه ممكن يبقى ليها مصادر كتير، واولها طبعا واهمها الانترنت او الموبايل. ان هو حتى لو عنده 4 أو 5 سنين بيعرف كلمه او كلمتين انجليش هيقدر يدور على المعلومه. فطبعا ده المفروض والواجب، واي اب وام يستنوا لما ابنهم يعرف معلومه تخص التربيه الجنسيه او تخص جسمهم من حد تاني بره. طبعا المصدر التاني من المعلومات نسيت اقول لك الاصحاب او الزمايل، سواء في حضانه او في مدرسه او في نادي. وطبعا اي طفل بيبقى عارف معلومه من المعلومات دي، وعشان الكلام عن السكس او الجنس غالبا بيبقى تابو في وطننا يعني. فاول ما الطفل بيكتسب اي معلومه وعارفها من اي مصدر بيتسابق في انه يقولها لكل اصحابه. تعالى يا كريم مثلا، انت تعرف انه البيبي بيجي ازاي؟ ودي بتجيلي كتير قوي في المكتب، يعني انه الام جايه مصدومه ان ابنها عارف معلومه كبيره قوي عن سنه. فديفينتلي الاب والام هم المسؤولين، المسؤوليه الاولى والوحيده عن تربيه اولادهم الجنسيه. وممكن يستعينوا بحاجات تانية، لكن هم مسؤوليتهم الاولى والاخيره. طب ايه الطريقه اللي الاب والام يقدروا يتكلموا بيها مع ولادهم في التربيه الجنسيه، ومن سن قد ايه يعني؟ علشان يعني، وهل كل سن ليه طريقه معينه، ليه اساليب معينه عشان اقدر اتكلم معاهم في حاجه زي كده؟ طبعا كل سن ليه اجابات معينه بتتقال وشرح معين. بس دول يبدا من بدري قوي، يعني ممكن الناس تتخض لما اقول لكم من 6 شهور او من سنه. مش لازم حاجه اكون بعلمها للطفل، بس حاجه بعملها مع البيبي بتاعي حتى لو هو مش مدركها، زي ان انا ما بغيرلوش الدايبرز او البامبرز سواء كان ولد او بنت قدام حد. انا دي بشوفها كتير جدا في النوادي وفي اي قاعات او كده، تلاقيها هي قايمه تغير لابنها قدام كل الناس. ده ما ينفعش. الغلطه الثانيه بقى، طب خلاص انا في بيتي هغير له زي ما انا عايزه. لا، ممكن تغير له قدام اولادها، تلاقي الاولاد عمالين يبصوا كده. فالولد مش موديل عشان اشرح عليه، وبرده ليه خصوصيه. فانا لو من الاول كأم بتحافظ على خصوصيه اولادها، هم هيطلعوا عارفين الموضوع ده. لما يكبر شويه 2 أو 3 تصرفاتي انا وباباه، مش بنخش التواليت قدامه او نسيب الباب مفتوح.
الا لو انا عايزه اعلمه حاجه معينه، وانا افضل اعلمه مثلا وسائل الايضاح او صور على الانترنت او كتاب عن التربيه الجنسيه بالاطفال، وقدام ممكن اقول لك على اسماء كتب يعني، لكن ما اعلمهوش على نفسي او تبقى دي حياتي العاديه. والا الطفل هيتعود انه ما فيش، انا عادي ان انا اخش التواليت وما اقفلش الباب، يقولوا لي على طول في المكتب ما بابا وماما بيعملوا كده. والحاجه الاصعب شويه، انا شفت بابا وماما بيعملوا كده. ففكره الحفاظ على الخصوصيه فكره مهمه جدا جدا للاطفال، لانه لو من هو صغير اتعلم انه جسمه او جسده ليه خصوصيه هيشتغل على الموضوع ده. لما نودي ولادنا بقى كامبات او معسكرات او في الحضانه، ويجي ولد يضحك عليها او بنت تقول لها ما تيجي ندخل التواليت مع بعض، هتلاقي على طول البنت اللي في طالعه في بيت في خصوصيه هتقول لها نو، انا ما ينفعش ادخل التواليت مع حد، او نو انا ما ينفعش ابين جسمي لحد. صحيح. وبيبان الفرق بقى بين بنت ممكن تروح على طول ويلا نوري جسمنا لبعض وتروح، وبنت تاني تقول لا. بتبدا من البيت. جميل. طيب برضو زي ما حضرتك قلتي اكتر من مره، الدنيا دلوقتي مفتوحه والانترنت الموضوع بقى سهل جدا انه اي حد او اي مراهق او حتى طفل يقدر يوصل لاي شيء يعني خارج او اباحي علشان عايز يتعلم عايز يعرف. ازاي اقدر اتحكم في حاجه زي كده؟ ازاي في العصر الصعب اللي احنا فيه ده وفي الوقت الصعب بتاع التكنولوجيا الرهيبه اللي احنا فيها دي اعرف اتحكم ان هم ما يشوفوش الحاجات السيئه دي؟ وكمان ازاي اعرف انه اصلا بيتفرج؟ هل في علامات بتقول لي ان ابني او بنتي بيتفرجوا على حاجه مش كويسه؟ طب ده سؤال كبير هقسمه لاجزاء. انا لسه كنت بكمل معاكي كلام انه بتبدا من البيت. ازاي اعمل كنترول؟ طبعا انا عارفه ان الوقت ده كنترول صعب، بس ان انا اسبق دي اهم نقطه انا بشتغل عليها مع الاهالي. انه قبل ما الولد يبتدي يتعلم، انت عارفه بيتعلموا ممكن يلعبوا جيمز من 4 سنين و3 سنين ويمكن اقل. انا من 2 أو 3 سنين بعلمه ان في برايفت بارتس، واقول له معلومات شويه خاصه بالتربيه الجنسيه. 2 أو 3 سنين اعلمه بيعمل تواليت ازاي، ولازم افهمه الفرق البنت بتعمل بيبي ازاي والولد بيعمل بيبي ازاي، لانه هيجي لي السؤال ده. فلو انا ام شاطره وناصحه هبقى معلمه بنتي، فخلاص لما تلاقي ولد داخل التويلت او بنت او يحصل موقف قدامها مش هتلاقيها بتسال. وكمان بكتسب ثقه. ليه؟ لما احكي مع بنتي او ابني على حاجه هو لسه ما عرفهاش، وبعديها ب6 شهور أو سنة يقابلها، ايه ده؟ دي ماما قالت لي على الموضوع ده. ماما قايله لي ان في ديفرنس بتوين البوي والجيرل وهم بيعملوا تواليت. ماما قايله لي ان ما اخشش استحمى وابين البرايفت بارت مع اي حد، ولو هستحمى مع دادي او مامي ببقى لابسين مايو. بالظبط. فهو عارف المعلومه. فبالذات مع المراهقين، لو البنت قبل ما يجي لها البيريد، وقبل ما يجي لها البيريد الرينج زمان كان من سن 13 سنه تبدا البيريد تجي لها. دلوقتي بسبب يعني الهرمونات وبسبب تغير في انواع الاكل والاجواء، في بنات بيجي لهم البيريد من 9 سنين أو 10 سنين. فانا لازم قبل. فواحده تقول لي معقوله يا دكتور بنت عندها 8 سنين اكلمها؟ هتكلميها كتحضيريا، وبتكلميها بطريقه راقيه وعلميه وعلى اساس علمي، لان هي اوريدي وهي قاعده على التلفزيون ممكن تشوف اعلان مش عارفه ايه بالاجنحه، ايه فوطه صحيه، فهتسالك. وممكن تخش اي تويلت عام او تويلت بتاع مدرسه وتشوف فوطه صحيه، فانت تبقي سابقه. فلما عملت كورس التربيه الجنسيه لاولادنا مع الامهات سواء ولد او بنت، وقلت لهم كده، والامهات اللي سبقوا وقالوا لبناتهم، البنت كانت ماما قايله لي على الحاجه دي. عكس بقى لما الاقي ام جايه ببنتها المكتب عندي وعندها زي صدمه او تروما صغيره، ان ما قلتلهاش اي حاجه خالص عن الدوره الشهريه لغايه سن 12 سنه، والبنت جات لها الدوره الشهريه في المدرسه وحست ان جالها نزيف او ان هي هتموت، فقوم عليها فطبعا يعني انا لا اقدر خالص الام اللي تسيب بنتها لهذه الدرجه ان ما تعرفش اي حاجه عن اي حته. وبالتوازي الولد لازم الاب، وافضل ان الاب هو اللي يقعد معاه ويقول له ان في شعر هيظهر في اماكن معينه، في حاجه اسمها استحمام، لازم افهمه كل دوت عشان الولد ما يتفاجئش بحاجه هتحصل له، لازم اقول له ان في تغيرات تحصل في جسمك. ودلوقتي بدل ما الانترنت يبقى وسيله غلط في ان الاطفال يعرفوا حاجه بدري، يبقى وسيله ليا انا للتوعيه. فاقدر اخش على كتب كتير، يعني مثلا اقدر اقول لك كتاب اسمه Just for girls أو للبنات فقط، وكتاب زيه للولاد فقط، بيتناول من سن 3 سنين بيحصل إيه، 5 سنين بيحصل إيه، بالصور. وهو معمول بالإنجليزي بس سهل قوي إن احنا نترجمه، والصور موضحة كل حاجة. ده هيطلع لك شعر في دقنك، ده احتمال يطلع لك شنب، ده صوتك هيخشن كمان شوية. فالطفل لما يلاقي صوته اخشن شوية ما يتخضش. صحيح. وفي كتاب تاني اسمه Where did I come from أو أنا جيت منين، وكتاب زيه انا جيت ازاي. الكتب دي مهمه جدا جدا انها تكون في مكتبه اي اب واي ام، والحمد لله موجوده على النت فتقدروا تنزلوها اونلاين يعني.
وتشوفي اقول ابني ايه، لانه في امهات كتير قوي بتقول لي يعني الكتاب ده للاهالي هم اللي يقروه مش يخلوا الولاد يقروه. لا تمام. الاهالي فقط يعني. بتعرفوا، لانه دايما السؤال الكبير اللي بيتسال لي اقول لولادي ازاي حاجه زي كده، طب انا بتكسف. فاعمل لهم مدخل تشويقي، تجيب زرعه وتحط فيها زرعه وقطنه وتخلي الولد كل يوم يسقيها، وبعد كده تقول له الزرعه ديت هي البيبي، البيبي ده بيتحط في بطن ماما وبعد كده يبتدي يكبر شويه شويه لغايه لما يطلع الثمره. والطفل كل يوم وهو بيسقي الزرعه وبتطلع اقدر ساعتها الاقي فيه وسيله ايضاح بتساعدني. طب هيسالني سؤال اصعب من كده، الاجابه موجوده. وفي كتب تانية طبعا بقعد اقراها انا مع الاطفال بس في سن اكبر شويه، 9 سنين و10 سنين. لكن الكتب اللي انا ذكرتها دي سن 7 سنين 6 سنين 8 سنين، الام بتعرف المعلومه وفي وسائل ايضاح كتير. ودلوقتي كمان في فيديوهات على اليوتيوب اتعرف ابنك ازاي، البيبي بيجي ازاي او البيبي بيتولد ازاي، وفي كمان فيديوهات كرتون ودي اقرب للاطفال. طب الطفل اللي ما سألش خالص، هل هو ما سألش عشان عرف المعلومة لوحده بره، ولا ما سألش عشان ما جاش الموضوع في دماغه أبدا، يعني عدى خلاص مرحلة الطفولة بالمراهقة وما سألش؟ شكرا على السؤال ده. ما سألش الأسباب كتير قوي، من ضمنها أنه ممكن ما تبقاش اهتمامه قوي. الحاجة التانية أنه ممكن يكون عرف فمش محتاج يسأل. في أطفال بقى أصلا يعني انتروفيرت، يعني جوانيه كده ما بتقولش كل حاجه جواها، ممكن يكون اصلا عنده اي مشكله اضطراب في الشخصيه ما، زي ان هو انطوائي زياده او مش اجتماعي، او ان هو بيجيله بانيك اتاك او بيخاف من التواصل الاجتماعي مع الناس. فتلاقي في شخصيته مع نفسه اكتر وقاعد مع موبايله اكتر. وممكن يكون علاقته بباباه، وده سبب مهم قوي، مش مستقره بسبب ان باباه بيضربه او مامته بتعنفه جامد. فاكيد انا لو بابايا بيضربني بالقلم لما بعمل اي غلطه صغيره مش هروح اساله يا بابا انا صوتي خشن ليه. ففي اسباب كتير قوي ان الاطفال ما بيسالوش، عشان كده انا ما بستناش. انا بقول تعالى حبيبي النهارده عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي، ويكون بقى مش تعالى انا هقول لك موضوع مهم وابقى انا مرتبكه وبتصبب عرقا، لا ده واحنا بنتفرج على التلفزيون تيجي حاجه في التلفزيون فكرتني بما ان المسلسل دوت جايب ان ست حامل بتتولد، انا عايزه اقول لك الام بتبقى حامل ازاي، وابقى مجهزه الصور على اللابتوب او حاجه واوريه. هي بطريقه بتبقى اندايركت، وببقى مش خايفه ولا مكسوفه وانا بقول له. كل الحاجات اللي على الانترنت الريجسترد يعني او الدوكيومنتد كويس، ما بيفيهاش اي الفاظ خارجه ولا اي حاجه. طيب هرجع تاني للسؤال اللي سالته، ازاي اعرف ان ابني المراهق او بنتي المراهقه بتتفرج على حاجه على الانترنت؟ هل في علامات بتقول لي انه ابنك او بنتك بيتفرجوا على حاجه مش كويسه؟ تمام. احنا اوريدي اتفقنا ان احنا هقول له على حاجات كتير عشان هو ما يلجاش ان هو يدخل. تمام. انا هتكلم على الحاله ان هي اوريدي متكلمه مع ابنها. بنسبه كبيره تتعدى 70% لو متكلمه مع ابنها وحد وراه له حاجه او بيروح يقول لمامته. دي شفتها كتير قوي. بالنسبه للاعمار الاقل، كانت يعني تشرفت بالشراكه مع الهيئه الخاصه بوضع بعض المكونات على يوتيوب انهم يعملوا قناه اسمها يوتيوب فور كيدز، والقناه دي موجوده ومشفره وخاصه بالاطفال. فدي بتضمن ان كل اللي بينزل على اليوتيوب ده خاص بالاطفال. فمن الاول انا لما بدي لابني موبايل او يبقى متاح لي انترنت، ببقى محطه له الاب بتاع يوتيوب فور كيدز، مش الاب بتاع اليوتيوب الكبير. لان اليوتيوب الكبير بتاع الناضجين لو كان باي كلمتين هيطلع له اي حاجه. دلوقتي بقى من غير ما يكتب، من غير ما يكتب ممكن يطلع له اعلان في اي موقف، ممكن يبقى في اي موقف اباحي كمان. فده للاطفال الصغيرين. للمراهقين، المراهق بقى اي، او ما تلاقي المراهق دوت قاصد ان هو يقفل على نفسه الباب، او انك ما تخشيش عليه بسهوله او تخش عليه فجاه، اعرفي ان هو بيعمل حاجه غلط. لان هو لو بيتفرج على فيلم عادي او بيلعب جيم مع حد صاحبه، ما هيقفل عليه الباب ليه؟ لما بيدخل التواليت كتير طبيعي ان احنا ندخل التواليت نقعد 5 دقائق 7 دقائق بالكتير قوي 10 دقائق، لكن ما بنقعدش ربع ساعه في التواليت. فعلى طول ابقى متابعه ابني، خبط حبيبي انت كويس، اعرفه، ابقى ام صاحيه يعني. الحاجه الثانيه اللي بنصح بيها كل الاهالي، خلي التلفزيون او اللابتوب او الكمبيوتر في مكان مفتوح في الريسبشن، بحيث وانت معديه في كل حته السكرين بتاعه اللابتوب او التلفزيون قدامك، فتبقي عارفه ابنك بيتفرج على ايه. وابقى منعه من الاول ومتفقه معاه انه مش بنقفل الاوضه علينا الا لما احتاج ان انا اغير هدومي عشان البس بس. فطبيعي ممكن في اي وقت انت تستغرقي فتح الباب ثانيتين، لكن عشان المحافظة على خصوصية الطفل ما بخش على الباب عليه لازم اخبط طبعا، بخبط واروح فاتحة. فالمسافة هتاخد 2 سكندز او 3 سكندز، فمش هيلحق يعمل حاجة. فباخد بالي، أول ما تلاقيه اتلبخ أو قفل الموبايل أو قفل الشاشة يبقى هو كده بيعمل حاجة غلط. وبعدين في تصرفات تانية بقى، تلاقي كلامه في بعض الأطفال بالذات لو صغيرين هتلاقيه قال كلمة أو كلمتين احنا مش معتادة إن احنا
نقولها في البيت او اسم عضو من الاعضاء الخصوصيه بقالها بطريقه اللي بنسمعها في الشارع على طول وبهدوء. حبيبي انت سمعت الكلمه دي فين؟ ولازم ابقى عارفه هو اسمها منين، في الحضانه ولا اسمها من الشارع ولا شافها في فيلم ولا في ايه. طيب نروح بقى لحته المشاعر والفتره اللي بيتحول فيها مشاعر الولد والبنت وازاي يعرفوا يفهموا مشاعرهم دي مشاعر حب ولا اعجاب، اللي هي فتره المراهقه، الوقت المتخبط بالنسبه لهم ده 15 بقى 16، برضو ازاي الاهالي يعرفوا يحتووا ولادهم في الفتره دي وازاي فهمهم او اعرفهم ازاي يقدروا يفهموا مشاعرهم صح ويحددوا ان هي رايحه في اتجاه معين يعني. طبعا زمان من 10 سنين او 15 سنه كنا فعلا من سن 15، دلوقتي يعني بنتفاجئ اطفال في الكي جي 1 وفي ساعه 8 سنين و9 سنين وتقول لك انا بحب زميلي او بعت لي جواب. نفس الكلام شويه في موضوع العلاقه بين الاب والام، دايما اكتب على فيسبوك لكل اب احضن بنتك واحتويها وحكي معاها وقول لها كلام ايجابي على شكلها كانثى. ليه؟ لما تبقى انت مشبع بنتك في البيت بكلام حلو عليها وعلى انوثتها، والله الفستان ده جميل قوي عليكي. في علم النفس يقول لك الام مهمه جدا للبنت، بس تراعيها في الاكل والشرب، لكن عشان تاخد ثقتها في نفسها في هويتها الانثويه الايدنتيتي بتاعتها تاخدها من باباها مش من مامتها، واللي ياخد الايدنتيتي الذكوريه لنفسه الولد برضه من باباه. فالاب من بابا من الاب من 2 لـ5 سنين ده سن مهم جدا جدا طبعا. فلازم ابني طبعا بنقول دايما اتس نيفر تو ليت، بس حلو قوي ان انا كاب اكون انا محتوي بنتي ومشبعها حب وحنان. تخيلي لو انت عندك بنوته صغيره وباباها كل يوم يقول لها كلمه حلوه ويعلق لها على جسمها وعلى شكلها وبيقعد يقضي معاها وقت ويقول لها انت اموره وجميله قوي في عينيا، ام سو براود اوف يو، انا فخور بيكي. لو جه حد كلمها على الانترنت او السوشيال ميديا مش بسهوله اي كلمه توديها وتجيبها. ليه؟ هي سامعه الكلام ده من الفيجر الكبير قوي اللي هو الداد او الفاذر، فمش على طول تجري. لكن كل البنات واللي خدت حبه الغله وانتحرت واللي بعتت صور لحد واستغلها جنسيا او انه يفضحها على فيسبوك او سوشيال ميديا كانت ترجعي لبيتها مفيش كلمه حلوه خالص بتقالها، ويمكن كمان تريقه على شكلها بالعكس. انت سمراء. في ام مره قالت لبنتها انت مش باين لك جواز ابدا، والبنت لسه عندها 22 سنه. فلما في ولد في المقابل بالليل يخش لها انت حلوه قوي، انت اموره قوي، انا نفسي اشوفك، انت جميله في عينيا. طب ما انا كويسه، طب ما انا في حد شايفني حلوه، طب عطشانه للكلمه الحلوه، فهتروح لمصدر. فخليك انت مصدر الحمايه والامان لولادك وكمان مصدر المشاعر. وبعد بقى ما خلاص 12 سنه و13 سنه دي بنت كبيره او ولد كبير واقول له هتلاقي نفسك ممكن تعجب ببنت عشان شكلها حلو او عشان بتعزف جيتار او عشان شاطره في التكنولوجيا والعكس. ده اسمه اعجاب، واقول لها ده اسمه اعجاب ان عاجبني فيها الحاجه دي. وفي حاجه بقى اسمها حب، اقول له بتبقى سني اكبر شويه، والحب دوت بيأدي بعدين ان ممكن ارتبط. 12 و13 سنه و14 سنه يفهموا جدا الكلمه دي، واقول له انه مش عيب والا كان الله سبحانه وتعالى ما خلقش جوانا المشاعر بتتحرك دي. فكل الاهالي مشاعر لا حب لا اعجاب لا دي قله ادب لا ده عيب، ده مش مديني. ده لسه عايز اسالك عليه، انه بنتي جت قالت لي انا بحب واحد زميلي، ده لو اصلا في مساحه صراحه وثقه وما بيننا يعني، وناس تانية تكتشف لوحدها وبتقلب الدنيا وبتخربها، ايه التصرف السليم لما اعرف ان بنتي بتحب حد او معجبه بحد من زمايلها او من المحيطين بيها؟ لو الاصحاب، لو الام والاب اصحاب للبنت او الولد، هي هتيجي تحكي زي ما انت قلتي. انا لو بنتي ما تيجي تحكي لي بنبسط. ليه؟ لان في قنوات بيني وبينها فبتحكي لي، فاقدر لما اقعد معاها هتابع خطوه خطوه ايه اللي هيحصل. ده جزء. لكن اللي بيكتشف فجاه جزء تاني، اولا ما ينفعش خالص نعنف البنت او الولد لان دي حاجه هتحصل هتحصل. انا لا اعتقد اطلاقا ان الله سبحانه وتعالى خلق جوانا المشاعر الفياضه دي، وهو اللي خلق جوانا المراحل العمريه وبنمر بايه. ففي تغيرات بتحصل في جسمي وفي الاخر انا المفروض ان انا اكبت المشاعر دي، انا بتفاعل مع المشاعر دي بس ليها ليميت، كل حاجه ليها ليميت. يعني مثلا انا قدامي اكل، معايا فلوس كتير قوي، هل ده معناه ان اكل كل الاطباق اللي قدامي؟ لا طبعا، لازم اكل طبعًا الحاجه اللي تفيدني وبكميات معينه. فبرضو المشاعر دي انا بتحكم فيها، ما طلعهاش كلها مره واحده. ممكن اكلمه اقول له هاي لو احنا في النادي مع بعض، لو هناكل فشار مع بعض، لكن مش هنروح السينما مع بعض، مش هيمسك ايدي. فانا بكلم بنتي كده، بتحطي حدود للدنيا هتبقى ماشيه ازاي او هيبقى في ايه. هتحسي بالمشاعر دي، والمشاعر دي خلقها فينا ربنا، ومش غلط انك انت تحسيها، بس لازم يكون في حدود. واقول ايه هي الحدود دي؟ في اهالي بتخاف لبناتها تاخد، ماما عارفه
ماما عارفه دي اللي هو بقى انا واخده خلاص كارت بلانش ان انا اعمل اي حاجه بقى، انا واخده الضوء الاخضر. لا لا باكد في كل قاعده انه حبيبتي لازم اي حاجه جديده تحصل تقولي لي، لو هتحب تخرج او هيخرجوا مجموعه مع بعض دلوقتي مدارس اللغات والانترناشونال ممكن اخر يوم في المدرسه يخرجوا مع بعض، يخرجوا مع بعض عارفه يخرجوا فين هيروحوا فين. انا كنت بروح معاها نفس المول بس من بعيد اشوف بنتي فين، اصحابها لازم اكون عارفاهم. اقول لك على حاجه ثانيه، لازم اكون عارفه اهاليهم طبعا ومكلمهم في التليفون، مين البيت اللي منفصل، مين البيت اللي الاب مش قاعد، فين البيت اللي فيه عنف، عشان ابقى عارفه اللي هتصاحب بنتي دي بنتي هتكتسب ايه منها، خلفيتها النفسيه كمان وتربويه ايه. لازم اختار مع بنتي قبل ما العلاقه تبقى وطيده قوي. فالبنت على فكره ضغط الاقران في العمر ده بيبقى صعب جدا، فالاطفال او البنات يعني والولاد ممكن يختاروا اصحابهم عن باباهم او مامتهم. يعني انت هتخليني اقطع مع صاحبتي الوحيده دي ماي بيستي دي ماي، فممكن تخسر مامتها عشان صاحبتها من كتر ما الاصحاب بيبقوا قريبين قوي في الوقت ده. فمن الاول ببقى مع بنتي وهي بتختار من 8 سنين و9 سنين وهم لسه في اولى وثانيه ابتدائي، ببقى عارفه العيله وببقى عارفه الام والاب. اتقابلنا في بيرنت ميتنج، انا كنت بخش اكلمهم كلهم عشان اعرف بنتي مصاحبه مين. طبعا ده حاجه حلوه جدا جدا ان الواحد فعلا يعني هي فكره انه الاب والام نفسهم هم بيطوعوا كمان نفسهم وبيتعلموا هم كمان حاجات مختلفه وبيعملوا صداقات تانية بس علشان خاطر اولادهم عشان يبقوا مطمنين عليهم، فدي اكيد مش حاجه سهله. في كاتيجوري وثقافه عشان برضو بقى في ناس بالنسبه لهم انه بنتي اصلا تخرج تروح سينما ده حتى لو ممنوع ده ممنوع. في كاتيجوري تاني لا هم بيروحوا يصيفوا مع بعض وبيلبسوا مثلا ملابس سباحه ليها مواصفات معينه. في اب وام تاني حتى لو البنوته مش محجبه هي ما بتلبسش مايو مثلا. فبرضو انا لازم احترم ثقافه البيت والخلفيه اللي جاي منها، بس المنع تماما انا مش معاه. انت حطي ميعاد البنت ترجع فيه او حطي ميعاد الولد يرجع فيه، لكنه ما يخرجش خالص. طب ما الكبت بيولد الانفجار، هتعمل من وراكي. لا ادي ادي مساحه وافضل عينيا موجوده وانا متواجده في المساحه دي. واقول ان المشاعر صح وانه عادي ان انا اعجب بحد، لكن مش عادي ان انا اتطور معاه في العلاقه. مش عادي ان يحصل تلامسات بيني وبينه. صحيح. ابقى مفهمه بنتي يعني وبرده ببقى عامله سكه انه لو حصل مره ومسك ايديها تيجي تقول ماما مش عارفه فلان ده مسك ايدي، وابقى قاعده معاها وما عنفهاش قوي عشان بعدين تقول لي. لكن انا شفت كل البنات اللي تطوروا في علاقات واولاد مع بنات بسبب الكبت الزياده على اللزوم في البيت وان كل غلط وكل ممنوع. ما فيش ولد دلوقتي عدى 11 سنه او 12 سنه ما يعرفش العلاقه الجنسيه شكلها ازاي، ما دخلش من وقت للتاني على فيلم اباحي بطريقه او باخرى. هم بيبقوا عارفين لان المصادر كتير. فكون بقى ان انا اعمل زي النعامه وادفن راسي في الرمله واقول لا انا ابني مؤدب ما يعملش كده، لا هي مالهاش علاقه بالادب وقله الادب. طيب عايزه برضو اسال عن حاجه مهمه لانه دي حاجه بيتعرض ليها الاطفال والمراهقين كتير، فكره البولينج او التنمر. والتنمر ده بيأثر عليهم في الوقت اللي هم فيه طبعا، اكيد بيأثر عليهم جدا جدا. هل ده بيستمر معاهم لما طفل او طفله او مراهق او مراهقه يتعرضوا للتنمر او التريقه زي ما كنا بنسميها زمان في سن صغير، على شكلهم بقى، على جسمهم، على طريقه كلامهم، على حتى ظروف بيتهم، لون بشرتهم، مستواهم الاجتماعي، حاجات كتيره جدا جدا. يعني احنا حتى كمان دلوقتي كل ما بنتكلم عن الزمن الوقت اللي احنا فيه ده بقى عندنا تحديات كتيره قوي، فالمستوى الاجتماعي والمستوى المادي برده بقى حاجه من الحاجات اللي بقت عرضه للتنمر. هل ده بيأثر على الطفل أو المراهق لما يكبر؟ بيأثر عليه إنه يختار شريك حياة؟ بيأثر عليه في علاقته مع شريك حياته ولا لأ؟ بيأثر بنسبة 100% في كل حاجة، مش بس في اختيار شريك الحياة، بيأثر في حياته كلها وشغله وحاجة اسمها الصورة الذاتية عن نفسه. بس فرق بقى إذا كان التنمر بيجيله من أصحابه في المدرسة وإذا كان التنمر بيجيله من البيت. طبعا لو بيجيله من البيت أصعب قوي. طبعا احنا في حملة حماية وحضرتك كنت استضفتيني قبل كده بنتكلم عن حماية حملة حماية وإزاي بنوعي الأطفال والأهالي ضد التحرش وضد التنمر. فأول حاجة بقولها للأهالي خلي بالك لا تكون أنت المتنمر على ابنك. لا تكوني انت علقتي على شعر بنتك ان هو كيرلي او ان هو زي ما بيقولوا ايه سلكه او ناشف او كده مش ناعم يعني. البنت اخذت التعليق ده من مامتها، فاذا كنت انا في صوره في عين مامتي شعري مش حلو ما بال، فتلاقيها بتقعد تعمل كرياتين ومش عارفه ايه. وفي بنات كتير قوي بفكره السكين تون ولون البشره والثقافه مش هقول الذكوريه يعني، بس الثقافه في مجتمعاتنا انه البيضه اللي شعرها اصفر اللي عينيها ملونه، مع انه مش ده مقياس الجمال خالص. وفي كل ما يعني مسابقات الجمال كلنا بنتفاجئ في الوطن العربي ايه ده اللي بياخدوا ملكه الجمال ده صح، لان احنا فاهمين الجمال غلط. ونفس النقطه اللي قلت لك على الاب، لو الاب مشبع ابنه وبنته من ان هم شكلا حلوين جدا وان هم
حلوين في عينيه السلف ايمج عندهم هتبقى قويه قوي. فانا عندي حالتين جولي، ولدين اتعرضوا لتنمر، ولد جاله اكتئاب في سن 12 سنه، ولد ما حصلوش اي حاجه. ليه؟ قعدت بقى مع الاب والام هنا وهنا، دول ناس مدينه ثقه بنفسها، وقعدوا يقولوا لهم انا الله سبحانه وتعالى خلقني على احسن صوره. غلط جدا تتريق على خلقه ربنا، انت كده مش بتتريق عليا، انت بتتريق على خلقه ربنا. شفتي الرد وقوته؟ بنت تانية قالت لهم انا شعري كيرلي بحبه جدا جدا جدا، واقدر في اي وقت اعمله ليس او اروح عند كوافير، بس انت شعرك ناعم ما تقدريش تعمليه كيرلي. خلت الصف كله اللي كان بيتريق عليها يسعوا انه يعملوا شعرهم كيرلي زيها. بصي قوه الثقه بالنفس. الولد التاني جاله اكتئاب، ليه؟ كانت مامته بتتريق عليه وفي القعده العائليه يا قصير يا ازعه. انا بشوف عائلات مسمين الولد بكابوزه، يعني انت بتقولي قدام كل الناس انك انت تخين وكمان بيتريق عليكي، يعني صعب قوي، او بكاكا دسة او مش عارفه. لا يعني احنا في مجتمعنا وبنعتبرها انها هزار، ودي كنت عايزه اقولها لك في الاول، التريقه والتنمر مش هزار، دي حاجه تربويه خالص. خطا من اخطاء التربيه اللي بيقع فيه الاباط والجد والجده. وحش قوي، ما تسمحيش ابدا انه لسه وابنك بيبي حد ايه الوحاشه دي، لا انا ابني مش وحش. لانه ما فيش مقياس اساسا للجميل. جمله رخمه، جمله رخمه جدا، ودايما بتتقال من حد ما تعرفيه، يعني ما تعرفيش ترد عليه. انا زمان لو كان حد ما اسمح لكيش مره، انا ما اسمح لكيش تقولي على بنتي وحشه. بعدين انا بقى اتعامل مع نفسي، لكن ما اسمحش انه حد يقول لبنتي. وقفت الموضوع ده خالص، ازاي اسمح انه حد يقول على بنتي حتى لو هي صغيره وما ما تفهمش الكلام ده، لكن انا ما اقبلش انه يتقال على بنتي كده يعني. فلو في ثقه بالنفس للطفل في البيت هيقدر يواجه التنمر. وطبعا في التنمر الالكتروني والتنمر اللي هو في المدرسه وكده، بعلم ابني لما حد يقول لك كذا على شكل حبيبي انت جميل جدا، رد عليه وقول له انت كده بتتريق على خلقه ربنا. طبعا فكره المستوى المادي او الاجتماعي، كل حاجه بنعلمها للاطفال ان ليها رد. انا بابا وماما بيجيبوا لي كل حاجه انا محتاجها. شايفه دلوقتي مثلا فكره الساحل الشرير والساحل الطيب، لا انت مش بتصيفي زي ده، احنا عاملين يعني تفرقه اجتماعيه حتى في المصايف. يعني عند بنتي مثلا اللي ما بيسافروش بره يتفسحوا دي مشكله. لا انا بعمل اللي على قد امكانياتي، ومعايش اولادي في مستوى معيشي اللي انا قادر عليه. ولازم اعلمهم الوقت فضيله الاكتفاء، فضيله القناعه، وفضيله تاني انه مش لازم ان عدم الطمع، مش لازم عشان قدامي طبق مليان شوكولاته ان انا اخلصه كله. انا يا اخد واحده يا اما انا مش معاد ان انا اخد الشوكولاته دلوقتي فاقول شكرا مش عايزه. ففكره ان انا اعمل كنترول على الحاجه في الاكل وفي اللبس، ما انا ممكن يكون اقدر اجيب لبنتي ايفون 15 مثلا، لكن مش مناسب ليها ان انا اجيب لها موبايل ده، مش هي صغيره على اني اجيب لها الموبايل ده. فبفهم ولادي من الاول انه مش كل حاجه اقدر اجيبها لكم، انا بجيب اللي انتم محتاجينه. ونعلم ولادنا فرق بين الاحتياج والحاجه اللي انا عايزاها. دي سكه ومشوار طويل قوي يعني. فما ينفعش طبعا واحده ام تفوق دلوقتي او تصحى من النوم تقول انا هعلم بنتي فضيله الاكتفاء. لو هي الام نفسها، بص دول جابوا تكييف مش عارفه فين، في ده عاملين تكييف في المطبخ، مش بس طبعا البنت شايفه مامتها بتقول لبابا احنا هنجيب عشان دول عندهم كذا. خلاص في قاعده انا بقولها دايما، تشيلدرن سي تشيلدرن دو. شايفين الام متذمره هيطلع متذمر، شايفين الاب متطلب ومتطلع قوي، وانت انت تخنتي قوي مش شايفه هيفاء وهبي جسمها عامل ازاي. فالبنت تعرف انه ايه، انا الجسم رفيع هو ده الاساس، ده بابا بيتريق على جسم ماما. في الحقيقه ده مش صح. افرض تخنت البنت لاي سبب، ما الاكل غلط كنت باكله، العاية جالها، تنتحر ولا تعمل ايه؟ فكله بيبدا من البيت طبعا. انا عايزه من حضرتك بقى النصيحه الاخيره او الروشته الاخيره للامهات وللاباء في كيفيه التعامل مع الطفل والمراهق في فكره التربيه الجنسيه. افضل واسهل الطرق، خاصه لو احنا بيتفرج علينا ناس دلوقتي كمان يا دكتور، ولازم فعلا نراعي ده، ممكن يكون ولادهم يعني كبروا شويه فلما لحقهمش من الاول، ما كانش عندهم الوعي ده من الاول. فافضل واحسن حاجه نقدر نعملها مع اولادنا وناخد نتيجه كويسه ان شاء الله ما تاثرش على نفسيتهم ولا مستقبلهم. لو ما لحقهمش يعني دلوقتي هم 16 او 17 سنه، هم هيكونوا عرفوا بطريقه او باخرى يعني. في خطوه حلوه قوي بقولها للاهالي، اقعد لابنك في جلسه كده بسميها مواجهه يعني، واعتذر له انك انت قصرت في حقه في النقطه دي او في اي خطا من اخطاء التربيه. يعني انا ليا تجربه شخصيه في بنتي الاوليه زمان، قبل ما ادرس ماجستير ودكتوراه وقبل ما ادرس في الجامعه، اني كنت بغلط وبضربها. بعدين عرفت وتعلمت ان الضرب لاي سبب غلط، لاي سبب. فقعدت معاها واعتذرت لها، ويعني سجلت لها حاجه مخصوص، وقلت انا اسفه ان في يوم من الايام افتكرت انه لما ضربك ده نوع من انواع التربيه. وفرق معاها جدا.
طبعا. لانه كانت البنت بتتاثر. وزي ما سالتيني السؤال قبل دوت، سوري يعني ان دخلت الحاجات في بعض، اللي هو فكره التنمر برضو. اعتذر لابني او بنتي لو انا كنت من الناس اللي بيتريقوا عليه، من الناس اللي بتنمر عليه او لانه انا نسيت اقول لك في السؤال اللي فات انه بيأثر عليهم جدا وعلى صورتهم الذاتيه. في بنات بتبقى داخله بتجيلي كاعداد للارتباط، احنا بنعمل كورسات اعداد للزواج، صورتها النفسيه الذهنيه عن نفسها مشوهه تماما، مش حلو، ازاي هيقبلني وازاي هيحبني، وتاثر على العلاقه الحميمه كمان لان هي مش قابله جسمها. اذا كانت امي مش قابلاني ومش شايفاني حلوه، الغريبه اشوفها حلوه. كنت غلطانه جدا، انت في عيني احسن بنت في الدنيا، انا ما حدش عرفني ان دي اسمها تنمر او تريقه، واروح واعتذر لابني يعني. لو الوقت اتاخر انا بانصح انه اخلي ابني يشترك في كورس عن التربيه الجنسيه للادلت او للبالغين او اللي هو يعني في اواخر سن المراهقه. في كورسات كتير قوي، لو انا مش هقدر اعمل كده في كامبات كتير جدا جدا للشباب دلوقتي، في كامبات ميكست ولاد وبنات، وفي النقطه دي بيفصلوهم، في كامبات بتطلع للبنات بس وللولاد بس. سهله جدا يعني، هو بس عشان ما يبقاش دعايه فمش هقدر اقول على اسماء على دلوقتي، لكن سهله جدا تدور على الفيسبوك او تكتب في اي كامب متخصص للاطفال او المراهقين عن التربيه الجنسيه، وتعوضي يعني نقدر نعوض اللي احنا ما عملناهوش او ما كناش واعيين ان احنا نقول لاولادنا عليه من بدري. انا بشكرك جدا جدا دكتور ايمان عزت استشاري تربوي على كل النصايح الغاليه والمهمه قوي في تربيه اولادنا، خاصه في التربيه الجنسيه، لان احنا شخصيا كتير بنتكسف وبنحرج ان احنا حتى نتكلم في الموضوع ده بالرغم من اهميته. فبشكرك جدا جدا على وجودك معايا، يعني استفدنا كتير جدا من وجودك. ميرسي ليكي. ولو تسمحي لي في اقل من 30 ثانيه اقول نصيحه لكل الاهالي سريعا، ما هو ده كان سؤالي الاخير. اتفضلي. ابنك وبنتك امانه في ايديك، انت محتاج تحميهم ومحتاج توعيهم، انت مصدر المعلومه الوحيد ليهم، انت مصدر الامان ليهم. لو قصرت في حقهم مفيش حاجه هتعوض التقصير دوت، فابنك امانه، حافظ عليها، كبرها ونميها عشان ملهوش حد غيرك وملهاش حد غيرك. وخد بالك ما تتنمرش ولا تتريق على ابنك ولا بنتك، وفي الموضوع التوعيه الجنسيه انت اللي توعيه وانت اللي تفهمه مش حد تاني. شكرا دكتور ايمان، بشكرك شكرا جزيلا. وكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بيها. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقرتنا، استنونا. لو اي حد فينا عايز يستمتع ويفصل وبيفكر كده على طول في موضوع السفر، والحقيقه طبعا ان موضوع السفر ده متعه كبيره جدا جدا، واكتر حاجه نعرف فيها نفصل فعلا ونشوف حاجات جديده واماكن جديده، وحتى كمان عارفين الفايب الروح اللي هي بتبقى موجوده في الاماكن، نستمتع بروح جديده في اماكن مختلفه، ده يبقى لازم يسافر كتير، لازم يشوف اماكن كتير واماكن مختلفه، يلف الدنيا زي ما بيقولوا. طب هل ده سهل؟ هل ينفع نعمله عادي؟ في طريقه تخلينا نعمل نلف الدنيا او نسافر اكتر من سفريه بشكل جميل ونستفيد بموضوع السفر ده، وان احنا نغير جو ونفصل ونعرف معلومات جديده؟ سهل، لان احنا معانا ثلاث بنات منورينا قرروا ان هم يستمتعوا بالسفر وعندهم تجارب في اكتر من مكان مختلف. بس خلوني بقى ارحب بيهم واعرفكم منهم كل التفاصيل. معانا اسماء حاتم وكاترين ميشيل ومريم صالح، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. اهلا، سعيده جدا بوجودكم معايا. وطبعا زي ما قلت لكم كده قبل الفصل، انا عايزه اعرف منكم كل التفاصيل المفصله كل حاجه. بس في الاول هبقى عايزه كل واحده فيكم تعرفني بنفسها ودرستوا ايه. اتفضلي. انا مريم صالح، خريجة كلية علوم جامعة القاهرة قسم كيمياء جيولوجية. بدأت السفر ازاي كمان؟ بدأت كان عمري 22 سنة، انضميت لأورجنايزيشن للتبادل الطلابي اسمها ايزك، وطلعت معهم تطوع تركيا، قعدت شهر ونص متطوعة في تركيا. وبس يعني طبعا قبل ما اسافر كنت بشتغل من وانا في الجامعة شغلانة واثنين وثلاثة عشان احوش فلوس للسفر، وسافرت تبعهم. جميل، اتفضلي. كاترين ميشيل، خريجة تجارة انجلش عين شمس، ميجر بزنس ادمنستريشن. بحب السفر من زمان جدا جدا، بس ما كانش اهلي بيوافقوا قوي ان انا اسافر، فابتديت السفر يمكن من 3 4 سنين، مش من كتير. بس انا ده الباشن بتاعي، يعني دي اكتر حاجة السفر. انا اكتر حاجة بتحبيها السفر. جميلة كاترين. اسماء. اسماء حاتم، انا درست كلية صيدلة جامعة المنصورة، بشتغل كوبي رايتر، بكتب اعلانات. بدأت اسافر انا بسافر من زمان رحلات تبع المدرسة او تبع الجامعة وكده، بس بدأت اسافر بشكل حر يعني لوحدي بعد الجامعة وبعد ما خلصت. وبعدين لقيت ان السفر بيخلي عندي حكايات وحاجات عايزة احكيها، فبدأت اسافر اكتر
بدأت أحكي أكتر وأكتب أكتر وبعدين أصور كده يعني. حلو قوي. يعني السفر فتح لك مواضيع أكتر من الحاجات اللي أنت بتحبيها، يعني فتح لك مجال أكبر في الحاجة اللي أنت بتحبيها وتكتبي عنها. أه ده حقيقي. حلو قوي. هرجع لكم برضو تاني يا مريم، وعايزة أعرف برضو دعم الأهل بقى، يعني لما قررتي بقى مع أول سفرية أنت قررتي تسافريها وهتسافري لوحدك وعايزة تسافر وأروح وأجي وكده، الاهل قالوا لك ايه؟ مامتك وباباكي قالوا لك ايه؟ بصي هو انا من اسره زي اي اسره مصريه عادي جدا، يعني انا في الوقت اللي قررت فيه ان انا بحلم بالسفر وعايزه اسافر ما كانش في حاجه اسمها بنت بتسافر لوحدها. اه وبعدين كنت اقول لبابا انا هسافر، يقول لي الشنطه اللي هتخرجي بيها مش هترجعي تاني، يعني خلاص انسي انسي موضوع السفر ده، في دماغك ما تجيش، او انسي ان ليكي اهل يعني. بس صراحه كانت ماما بتدعمني، وانا عايزه اقول نقطه مهمه، هو بمجرد ما الاهل بيلاقوا ان انت عندك حريه ماديه ومحل ثقه وان انت تقدري تحافظي على نفسك وتقدري انك تكوني بنت قد نفسك ب 100 راجل، لا خلاص بيكون الموضوع بشويه زن خلاص يعني بيمشي. بس والله هم برضو اكيد الاهالي بيبقى عندها حق، بيبقى قلقانين عليكم، يعني افرضي حصل لك حاجه وانت بعيد عني ببلاد اوصل لك ازاي اجي لك ازاي، فاكيد تفكير الاب والام بس بيبقى فيه الحته دي. بس متسهله يعني، يعني الاول دلوقتي في نت بتفتحي في اي مكان، نت بيعرفوا يوصلوا لك يعني. اختفيتي خلاص بقى هجيبك منين؟ هعرف اقابل ايه؟ كاترين برضو قولي لي دعم الاب والام بالنسبه لك كان عامل ازاي؟ وافقوا على طول ولا كان في مشكله؟ لا زي مريم بالظبط. احنا عندنا قاعده ثابته مفيش بنات بتسافر لوحدها، بيت مصري كسرنا القاعده ازاي؟ اللي هو بالنسبه لهم لا لما تتجوزي سافري مع جوزك. صحيح. دي الكلمه الشهيره، الكلمه دي بحسها في قاموس التربيه. أيوة. اللي هو لما تتجوزي اعملي مع جوزك اللي انت عايزاه، يعني كان تسافري تخرجي تعملي مش عارفه. فاتجوزت وابتديت اسافر مع جوزي خلاص يعني. سمعتي الكلام ومشيتيها رسمي؟ انا سمعت الكلام بسرعه جدا. هايله، برافو عليكي. بس جوزك شجعك صح؟ بيشجعني جدا الصراحه يعني في السفر، وهو كمان بيحب السفر فبنسافر مع بعض كل حته. فالموضوع بيفرق معانا قوي يعني، بيفرق معانا ان احنا نبقى في وقت في السنه بنفصل فيه مع بعض، ان احنا نستكشف حاجات جديده مع بعض. فهو باشن بتاعنا احنا الاثنين يعني. جميل. اسماء انت تجربتك مختلفه شويه وسافرتي كتير جدا جوه مصر، ولما بتسافري زي ما اتكلمتي قبل كده بتكتبي عن الاماكن اللي بتسافريها او الاماكن بتديلك وحي والهام انك تكتبي، انت بتكتبي عن ايه؟ بتكتبي عن الاماكن اللي بتروحيها؟ بصي هو الاول انا كنت بكتب، الاول انا بدات كان ما كانش عندي وقت لان انا كنت بشتغل فول تايم، فما كانش عندي وقت كفايه ان انا اسافر 4 ايام اي مكان بعيد عن القاهرة. فبدأت اروح محافظات قريبة للقاهرة او اي مكان ينفع اروحه في الويك اند، فبدأت اروح وارجع الشغل بداية الاسبوع اقعد مع زمايلي احكي لهم ده انا عملت كذا وشفت كذا واكلت كذا، وابقى يعني منبهرة. بتغير بتغيري يعني طبعا بتغير تماما لما باجي احكي عن حاجة اللي انا بحبها. وبعدين كنت بكتب، وانا كده كده شغلتي الكتابه كحد بيكتب اعلانات وبكتب مقالات وكونتنت كريتر لبراندز واشخاص. فيعني انا شغلتي الكتابه، بس كان يعني ما عنديش حاجه اكتبها بتاعتي. فدي بقت الحاجه اللي بتاعتي اللي حسيت ان انا بكتبها وهي طالعه من قلبي بجد. مش حاجه دعائيه كده يعني. فبس فبدأت ان انا الاماكن اللي اروحها اصور واكتب مقالات عنها. وبعدين بدأت بعد كده واحده واحده اصور فيديوز بقى. ده بترشيح من اصحابي، هم اللي قالوا لي اعمل كده يعني. وبس فالموضوع تطور واحده واحده لحد ما جت الكورونا وبقيت بقى بسافر. انت عملتي محتوى اسمه اللفافه صح؟ عشان بتلفي اماكن كتير وبتلفي في، انت بتلفي جوه مصر الاول صح؟ ده كونسبت عندي، انا كنت حابه ان انا اسافر جوه مصر الاول. وكنت منبهره الصراحه بالتنوع الثقافي اللي عندنا في مصر. جدا طبعا، شمال وجنوب وشرق وغرب. يعني كنت ساعات بحس ان احنا شبه بعض او كده، ده كان تفكيري القديم. بس لا، لما بدات اتحرك شويه فوق وتحت يمين وشمال لقيت انه لا احنا مش شبه بعض. في عندنا احنا عادات قاعدة واحدة ولكن ال 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 السمات بقى والصفات بتختلف، العادات والتقاليد بتختلف، الاكل ممكن يكون مختلف، المزيكا تبقى مختلفة جدا. طب جداً. اغرب بلد او اكتر بلد اندهشتي لما روحتيها او محافظة يعني زرتيها من محافظات مصر وما كنتيش متخيلة ان ده ايه ده، واحنا ممكن بنكون بنعمل كده او عندنا ده؟ والله كل حاجة فيها حاجة
كلهم كلهم فعلا. متأكدة والله انت مش هتحتاري في السؤال ده. كلهم في عندهم حاجات غريبة. يعني مثلا الواحات البحرية انا لما رحت اتفاجئت ان احنا كنا مع يعني معزومين على الغداء وبعدين فجأة لقيت الاكل بينزل لنا بالترتيب ما بينزلناش مرة واحدة. فانا يعني الناس بسيطة واحنا رايحين الناس اللي رايحة الزيارة ناس بسيطة فمش ما فهمتش. فقالوا لي احنا عندنا الاكل بينزل بترتيب معين الشوربة الاول وبعد كده ممكن اللحوم وبعد والخضار وبعد كده الكاربس او النشويات في الاخر وده الطبيعي بتاعهم. يعني دي مش حاجة ده نظام صحي اصلا جدا جدا يعني نظام مظبوط قوي. ايوه ده حقيقي. يا ريتنا احنا كلنا كل بر مصري يعمل كده. فاتفاجئت الصراحة من حاجة زي كده. حضرت الحنة هناك برضو وشفت الرقص بتاع اهل الواحات عامل ازاي. اللبس التقليدي بتاعهم هو ما عادش موجود دلوقتي مفيش حد بيلبسه بس شفت شكله عامل ازاي. النسخة المحرفة بتاعته دلوقتي اللي هو بالشغل المكن مش اليدوي عامل ازاي. يعني كل حاجة كل مكان روحته كان فيه حاجة مختلفة الصراحة. ما فيش حاجة ما روحتهاش ما فيش مكان روحته ولقيت ان هو عدى عادي كده. لا كل مكان في مصر كان فيه حاجة مختلفة. عظيم. طيب انا شفت لك في الماتيريال اللي بتعرض معانا دلوقتي كانت روحتي بورسعيد وروحتي اماكن كتير قوي هتكلم عنهم كلهم. يعني بصي مش هنسيب حتة لما لازم تقولي لي كل حاجة كانت مميزة او لفتت نظرك انت وحبيتيها ايه او غيرت في شخصيتك ايه. بس هرجع لمريم. مريم اول سفرية سفرتيها ترتيب بقى والتظبيط والباسبور والفلوس والحاجات وهروح اقعد فين وهعمل ايه التفاصيل دي كلها عديتيها ازاي وعملت ايه وايه اكتر حاجة حبيتيها في اول سفرية سفرتيها. بصي هو دايما اول سفريه سافرتها كانت تركيا ودايما بيبقى ممتع قوي فكره انك عماله تخشي وتعملي سيرش وتدوري وتشوفي هتروحي مدن ايه وكل مدينه فيها ايه. طب العمله بتاعه البلد ايه. طب هحتاج معايا فلوس قد ايه. طب الاكل. طب كل حاجه انت بتفاصيلها البحث ده والسيرش ده بيكون ممتع جدا. بس انا عملت سيرش عن مميزات البلد وعيوبها. يعني مثلا لو في بلد مثلا فيها السرقه كتير في بلد فيها سواقي التاكسي ممكن يكون حاطه لازم ولو في عادات وتقاليد مختلفه عن عاداتنا وتقاليدنا ممكن حاجه تكون احنا عندنا عادي بس في بلد تانية مش عادي. فلا ده كل حاجه. بس انا اكتر حاجه فاكراها ان انا قبل السفر بيوم انا مش عايزه اسافر خلاص انا من التوتر ومن كتر ما قلبي عمال يدق ماما بتصحيني الصبح يلا الطياره بقولها لا انا مش قادره مش عايزه اسافر. بس وصلت البلد انا 3 ايام ما بنمشي انا وانا في تركيا. يعني انا قاعده في بيت اسره اتراك انا فعلا يعني شهر ونص كانوا مستضيفيني اتراك في بيتهم. ففكره ان من الفكره دي لا بالعكس انا لما جات لي الاورجنايزيشن قالوا لي تحبي تقعدي في سكن طالبات ولا تحبي تقعدي مع اسره تركيه قلت لهم لا طبعا عايزه اقعد مع اسره تركيه. فكره انك تشوفي اكلهم حياتهم عاداتهم وتقاليدهم. فانا 3 ايام ببص لبنت الاسره اللي نايمه جنبي في السرير الثاني بقول هو انا بجد في تركيا مين دي مين دول انا مين دول انا جنبي هنا بالظبط. انا برضو صغيره يعني كان عمري 22 سنه فلا متوتره وخايفه ولحد بقى ما بتبتدي تتاقلمي تركبي مواصلات تروحي وتيجي وتشتري حاجات من السوبر ماركت تنزلي السوق يعني تتعاملي بقى مرة. انا فاكره يعني الاسره دي كانت قاعده في كومباوند فكتبوا لي العنوان في ورقه وانا راجعه الساعه 10 بالليل انا ساعتين عماله الف كل الكومباوند شبه بعض كل البيوت شبه بعضها بخبط على ناس بالغلط. بس يعني كل الحاجات دي بترجعي تفتكريها تقعدي تضحكي طبعا اكيد يعني. اكيد. طب بعد كده روحتي فين او اغرب بلد او اصعب بلد رحتيها وزرتيها؟ هي اغرب بلد رحتها وكانت يعني انا رحت نيبال قعدت فيها 20 يوم. انا 20 يوم في نيبال انا حاسه ان انا قاعده في فيلم. انا بحب قوي بهتم قوي بالمعابد البوذيه والهندوسيه والاديان المختلفه. فانا 20 يوم في نيبال انا بسمع كل يوم قصص وحاجات وبشوف حاجات غريبه. يعني انا اروح مثلا يوم معبد حرق الموتى واشوفهم هم ازاي بيصلوا وازاي نوع من انواع الصلاه هو عباره عن رقص. بيرقصوه قبل ما يبتدوا مراسم حرق الميت او كده. لما تعرفي مثلا ان الهندوس عندهم 33 مليون اله فتقعدي تسمعي قصه عن كل اله وتشوفيه وتشوفي الناس ازاي بتصلي. فلا هي كانت بالنسبه لي تجربه ممتعه جدا يعني مختلفه اكيد جدا اتعلمتي منها لازم تكون اتعلمتي منها حاجات مختلفه. كاترين نجيلك بقى انت لفيتي وسافرتي اكتر من بلد انت وجوزك. اول سفريه كانت ايه الهاني مون ولا لا كانت إيه؟ اسبانيا
بس دي بقى كانت احنا اتجوزنا وقت الكورونا فكان الموضوع صعب شويه. كانش في هاني مون مسافرته شهر عسل. بس انا يعني بعديها انا كنت بسافر بطبيعه شغلي كتير قوي لوحدي يعني مش بس مع جوزي بس رحت اسبانيا مينلي يوروب دي اكتر اوروبا بحبها جدا. رحت فيتنام ودي كانت اغرب كالتشر او اغرب يعني اكل اغرب معابد اغرب كل حاجه. ليه ايه الغريب في فيتنام؟ هما مختلفين عننا تماما في كل حاجه يعني الاكل مثلا اغرب اكله هناك اسمها فا دي شوربه كده وفيها كرفس وحاجات غريبه عجيبه فالاكل بتاعهم مختلف عننا قوي فهي الثقافه كلها مختلفه. اوروبا يعني يمكن شبهنا شويه في حاجات مش في الثقافه. في كل ما تنزلي اي داون تاون كانك في وسط البلد بتتبسطي في اي حته يعني هولندا شبه قوي واسبانيا شبه قوي فرنسا شبه اي داون تاون شبه وسط البلد عندنا جدا بالظبط. فلا يعني اوروبا بتاخد قلبي الصراحه وبحاول ان انا ارتب السفريات ان بحيث انه تبقى يعني شويه مدن جنب بعض هم دول اللي بروحهم في نفس السفريه. ده بيوفر عليا كتير قوي في مواصلات في طيران. هنتكلم في التوفير لازم كلكم تكلموني ازاي بنقدر نعمل بادجت او بنعمل الحسبه بتاعتنا هنصرف قد ايه ومعانا فلوس ايه ونعملها ازاي. كملي كملي. فمثلا يعني ساعات بسافر على طيران اقتصادي ساعات بسافر على طيران عادي ساعات مثلا ببقى واخده الفيزا من بلد معينه محتاجه ادخل البلد دي يعني كاول بلد اوصل لها فمحتاجه ابقى طيران عليها دايركت او اخرج منها دايركت وبعد كده بتتنقلي بين البلاد بالقطر بقى او بالطيران او بالباص او بالظبط كده. فبالنسبه لي يعني مثلا اخر سفريه دي رحت المانيا اول حاجه وبعدين هولندا وبعدين بلجيكا وبعدين فرنسا فالتنقلات بينهم بتبقى سهله جدا لان هي بتبقى بالقطر فده موفر جدا. فانت بتبقي طالعه سفريه كلها بدل ما تروحي كل بلد لوحدها لا انت بتروحي بالطياره وتتنقلي جوه. والتنقل اصلا بالقطر لوحده فسحه. ايوه اساسا تفرجوا على مناظر مختلفه وبتشوفوا حاجات حلوه جدا والطبيعه بقى برده المختلفه عن طبيعتنا احنا برده على فكره عندنا طبيعه حلوه قوي يعني جداً. لو خدتي القطر من القاهره لاسوان والله هتشوفي برده حاجات جميله جدا. ده حقيقي. نفس الكلام اعتقد في انك بتتنقلي في يعني بين دول اوروبا بالقطر. كلميني عن الريف الهولندي كان ليكي تجربه هناك مختلفه احكي لي عنها. انا من زمان بحب قوي الحياه بتاعت الريف يعني اللي هو لو سالتيني نفسك تعملي ايه اقول لك ارعى بقره ومزرعه صغنونه على قدي وبيت صغير واقعد كده اللي هو بجد انا بحب الحياه دي جدا. فهولندا معروفه ان الريف الهولندي هو احلى هو وسويسرا. فاستغليت ان انا في هولندا وقلت اطلع من امستردام في قطر بيبقى مثلا 15 دقيقه من امستردام لحد الريف الهولندي. تروحي هناك بقى تكتشفي كل حاجه الناس بتعمل ايه عايشه ازاي سواء كان بقى حاجات قديمه قوي يعني الطواحين بالظبط بتاعت هولندا الاكل الجبن هم يعني اقدم طبعا الجبنه الهولندي دي اكتر حاجه هم مشهورين بيها مشهورين قوي بالاباقيب دي صناعه بقى لها الاف السنين الخشب الخشب الاباقيب الخشب يعني دي كانوا بيلبسوها زمان اللي هو بيبقى ليه بوز كده شويه دي كانوا بيلبسوها زمان عشان تحميهم من البرد. يعني هولندا يعني دي حاجه بجد غريبه قوي ان هم لحد دلوقتي قادرين يحافظوا على الصناعه دي صناعه بقى لها الاف السنين واكتر مصدر دخل للبلد من السويح يعني بيبيعوا تقريبا اكتر من 6 مليون قبقاب في السنه من بس للسياح. فطبعا يعني لا التجربه كلها كانت مختلفه كل حاجه بتدخلي بتعمليها بنفسك كانك داخله اوبن بوفيه بقى اللي هو بتجربي كل انواع الجبن تدوقي وتشتري في الاخر وانت ماشيه فهم يعني لا ريف انت في الريف طبعا حاجه جميله جدا قريبه قوي 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 يعني عارفه باك تو نيتشر بتقربي للطبيعه وبتقربي للحاجات البيزكس وكده وفي نفس الوقت في بلد تانية خالص في ثقافه تانية خالص بتتعلمي اكتر من حاجه بتتعلمي تقولي الله قد ايه خلق ربنا ده جميل وفي نفس الوقت دي بلد تانية خالص فيعني حاجه حلوه بتعلمي حاجات انا اكتر مختلفة. حاجه بحبها هي الطبيعه فبالنسبه لي يعني وديني اي حته فيها يعني ايطاليا بالنسبه لي برده توب اكل بقى وطبيعه وثقافه ومتحف هي متحف مفتوح فانت يعني الطبيعه هي التوب في اي حته ده حقيقي. طيب اسماء برضو عايزه اعرف منك بقى تجربتك في لبنان لانه برضو انت يمكن بتلفي مصر اكتر بس رحتي لبنان ولبنان برضو بلد من البلاد الجميله اللي عزيزه على قلوب المصريين كمان كلها سواء شعب او بلد او ارض احكي لي عن تجربتك هناك.
لبنان رحتها في وقت انا كنت يعني نفسيا فيه مش كويسة خالص، ولكن لما رحت هناك يعني قعدت الاول شويه مش مش مصدقه شويه ومش مستوعبه تغيير الشوارع، شكل العربيات، هي عربيات عاديه بس النمر مثلا، شكل الطريق، الحاجات دي حسيت. وكمان انا قعدت في منطقه سياحيه اللي هي منطقه الجميزه، فكان انا اخترت ان انا اقعد في هوستل زي ما اتعودت علشان ببقى اقرب للناس، وفي نفس الوقت ده بيبقى نوع من انواع التوفير برضو في البادجت، اقل من الاوتيل شويه في التكلفه. بس هي فكره كمان انه انا اصلا انا بسافر لوحدي، وكمان ببقى حابه قوي ان انا اتعرف على ناس، ففي اوبشنز كتير ان انا ما بقاش لوحدي، ان انا اطلع مع ناس. يعني ممكن مثلا في مره انزل تحت اتكلم مع الناس في الريسبشن فيقولوا لي ده في اتنين فرنسويين مثلا رايحين منطقه جبيل، تحبوا تروحوا مع بعض وتشيروا في العربيه؟ يلا ماشي تمام، وهم يروحوا يعملوا الحاجه اللي هم عايزينها وانا اروح اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. انا ما عدت تتقابلوا عند العربيه تاني مثلا، او ما نتقابلش، بس في اوبشنز لحاجات كتير، بتتعرفي على كالتشرز كتير تانية، بتلاقي ناس جايين من بلاد مختلفه بتسمعي قصصهم في السفر او حكاياتهم او بتشوفي مثلا المايند سيت بتاعتهم عامله ازاي، طريقه تفكيرهم، بتعلمي حاجات كتير. وبقابل مصريين كده كده اكيد. اكتر حاجه حبيتيها هناك ايه؟ اكتر حاجه لفتت نظرك هناك ايه في ثقافه الشعب اللبناني؟ في التنوع. التنوع، ان هم مختلفين جدا ومتنوعين جدا، وعندهم متقبلين بعض بنسبه كبيره. ايه؟ متقبلين بعض جدا، يعني متقبلين الاختلافات. استغربت قوي من فكره التنوع الثقافي الطائفي كل حاجه، ولكن في نفس الوقت انه عادي، نو جادجمنت، يعني ما فيش حد بيحكم على حد او كده. يعني دي حاجه بصراحه يعني كنت مستغرباها شويه، وحتى كان بيبان على المدن، يعني كان بيبان في كل مدينه. لما بروح الثيم بتاع المدينه بيبقى مختلف يعني شويه. وفي حاجات حسيتها شبهنا، يعني في مدن حسيتها شبه مدن عندنا. مدينة صيدا مثلا ومدينة صور حسيتهم شوية فيهم روح من اسكندرية. الأماكن بقى اللي هي كانت مختلفة قوي، الأماكن اللي فيها الجبل والطبيعة، هي دي الأماكن اللي حسيت فعلا فيها أن أنا في مكان مختلف تماما. لما روحت جبيل وجونيا، كلتي سمك في جونيا؟ حلو جدا. عجبني جدا. وكمان تجربة الباراجلايدنج بتاعتي برضو هناك كانت خطيرة، دي يعني تعتبر توب بالنسبه لي، احلى حاجه. انا ما تخيلتش ان انا اطير فوق في الهواء كده على البحر، يعني ما تخيلتش منظر مرعب. لا تمام، كانت تجربه حلوه قوي، والقعده في الجبل كمان كانت حلوه. يعني مثلا لو بيروت في عز الصيف مثلا حر وكده، فمنطقه الجبل في الصيف لا تحفه، الجو حلو قوي طبعا. ده تفكير حتى مختلف، ان احنا عندنا المصيف في الجبل مش في البحر. ده غريب شوية كان على تفكيري، بس لقيته هناك فتمام، يعني اتبسطت الصراحة. جميل. مريم، بتستمتعي لما بتسافري لوحدك أكتر ولا لما بتسافري مع الناس؟ يعني ساعات لوحدك، على فكرة السؤال ده ليكوا كلكوا، ساعات الواحد يقول لك ده أنا بكسل أصلا أقوم أنزل أتمشى لوحدي، يعني ممكن أنزل أتمشى لوحدي بس أنا بكسل أقوم أنزل أتمشى لوحدي، ما بالك بسفر وشنطة وبلد تانية خالص، إن الواحد يبقى لوحده خالص، ده شيء ممتع ولا مقلق؟ بصي، عشان ابقى صريحه، انك تكوني مع اصحابك هي ليها متعه، وانك تكوني لوحدك هي ليها متعه ثانيه. يعني ممتعه انك تبقي لوحدك برضه جدا، لان انت لما بتكوني لوحدك بيبقى عندك فرصه اكتر انك تتعرفي على ناس، ناس غريبه عنك. خلاص انت لوحدك فهتتعرفي على ناس مختلفه، لكن لما بتكوني مع اصحابك انت مربوطه بيهم، الدايره بتاعتك خلاص الدايره عليك صغيره بالظبط كده. غير كده انت عارفه انت هتروحي فين، ممكن تمشي قوي بطريقه راندملي عشوائيه، انا ممكن ما اروحش المشوار ده النهارده، انا ممكن اقعد هنا، ممكن اخرج هنا، تصحي اي وقت براحتك، بتروحي يعني ايه، ما بيبقاش فيه المشاكل بتاعه الصحاب دي اللي هو ايه، لا احنا اتفقنا نروح دي قبل دي او دي قبل دي. غير كده بتتعرفي على نفسك اكتر، يعني انت لما بتكوني لوحدك بتقدري تعرفي هو انا جريئه ولا انا جبانه. بتظهر فيكي صفات ما بتظهرش وانت موجوده مع الناس، بتبني على حقيقتك زي ما بيقولوا، كل الصفات اللي الناس بتكون مقويه قلبك او مدياكي جرأه او مخلياكي فريندلي، لا
بتبني بجد لما بتكوني لوحدك. خلاص تبقي انت وانت، مفيش حد تاني يعدي، يا اما الدنيا هتبوظ والسفريه هتتفشكل. انا شايفه صورتك كمان كان مع فيل جميل كده، كان حلو قوي. الفيل ده كان فين الفيل؟ عايزين نشوف يا خلاص الصوره دي جميله جدا. فيل صغنن ده، بيبي فيل ده صح؟ فيل صغير بس يا روحي. دي في تايلاند، كانت رحله في تايلاند، بتروحي تاكلي بقى الفيل وتلعبي معاه شويه، واخر الوقت بتروحي نازله البول مع الفيل تحميه. الفيل بجد من الكائنات الطيبه جدا. اسالك، كائن جميل صح؟ كائن طيب. ما تعمليش مع فيل قبل كده ما تشوفيه وتلمسي الفيل بتحسي بمشاعر. الله. يعني حتى ملمسه كده بيريحك نفسيا يعني. ولعبي بقى بيلعب معاكي ولطيف يعني. بس دي من الافيال المتدربه يعني. هو الفيل من هو صغير اتاخد واتدرب، لانه في اسيا في ناس ممكن تلاقي افيال بتعدي الطريق من جانجل لجانجل، دي ممنوع ان حد يقرب منها اصلا بالعربيه او او يتعامل معاها، دي بتكون افيال بريه. فكذا مره بيحصل حالات وحوادث او كده، وحوادث كتير قوي مثلا في سريلانكا او في تايلاند، الناس بتشوف الافيال تقول الله اروح العب معاهم، بتهجم عليهم يعني. فلازم يكون في المدرب يعني. لازم طبعا. طيب انا هرجع لك تاني يا كاترين، وبرده عايز اسالك نفس السؤال. انت دلوقتي متجوزه، ففي سفريات بتسافريها مع جوزك وفي سفريات متهيألي بتسافري لوحدك، تستمتعي اكتر امتى؟ ومتهيألي جوزك مش هيزعل، انا بتكلم على التجربه. انا بتكلم على التجربه، مش بتكلم انها مش عايزه تسافر معاك، انا ما اقصدش كده خالص. لا بس بتكلم يعني لما بتعتمدي على نفسك 100%، ولا لما بيبقى معاكي جوزك بقى اللي هو برده اكيد يعتبر انتيمك وبتتشاركوا مع بعض كل حاجه؟ لا بصراحه دي ليها طعمها ودي ليها طعمها. اكيد يعني انا بحس ان وانا مسافره لوحدي انا بيبقى عندي فرصه كبيره قوي ان انا اكتشف نفسي، اعرف انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، فثقتي في نفسي كمان بتزيد. بالظبط. بتحط في مواقف بلاقي نفسي ان انا عارفه اتصرف فيها لوحدي، يعني بعمل كل حاجه لوحدي بقى من from A to Z. برضو هو لما بيبقى معايا شويه ممكن نبقى بيساعدني في حجوزات طيران، بادجت، مش عارف ايه، لكن ما بتبقي طالعه لوحدك انت بيبقى عندك الفرصه الكامله ان انت تكتشفي نفسك، تتعرفي فعلا على ناس جديده، تنزلي في هوستل لو طالعه اون بادجت، اللي هو طالعه مش عايزه اصرف كتير، اللي هو انت عايزه سرير بس. انا عايزه يعني وخلاص. انا في مره كنت سفريه شغل والشغل خلص، كنت في قبرص وقتها، وبعدين كملت كام يوم بعد الشغل، فقلت لا انا محتاجه اقعد شويه افصل، وقعدت في هوستل كان كله بنات، فطبعا احساسا كانت اول مره بالنسبه لي اقعد في هوستل. فدايما بننزل مش بنقعد في اوتيلز اللي هي رهيبه، لا حاجات برضو بادجت فريندلي، بس بالنسبه لي ان انا اقعد بقى في هوستل في وسط بنات وشنطتي وخايفه واللوكر، عشان كده بعديها عملت فيديو اللي هو ما تنسوش تاخدوا اللوك بتاع الشنطه معاكم وانتوا القفل وانتوا مسافرين. فلا بيبقى عندك فرصه ان انت فعلا تكتشفي نفسك قوي وتكتشفي يعني كل الاوبورتيونيتي تقدري على ايه وما تقدريش على ايه. طب انا عايزه اسالكم سؤال مهم قوي، بما انكم كمان وهم كمان اكتر عشان هم بيسافروا بره مصر اكتر، وهسالك عملتي ايه في لبنان في حته تحويل العمله؟ يعني ان انا دلوقتي احنا بنصرف بالجنيه المصري، هتسافري اي بلد يا هتصرفي يورو يا هتصرفي دولار، فعلشان تعملي بقى بادجت كويسه يعني يبقى تبقي طالعه ومامنه نفسك انك هناك مش هتغسلي سحور، بتعملوا ايه؟ بتتصرفوا ازاي؟ بندبر مصاريف السفريه ازاي من اول تيكت الطيران لحد لما بنرجع؟ بصي، اول حاجه في ابلكيشن بيكون بيغير لك من العمله لعمله، فانت عشان تعرفي تحسبي بالظبط، فانت لازم اول حاجه تعرفيها العمله دي اقل من عملتي ولا اعلى من عملتي ولا شبه عملتي. تمام. ففي عملات ممكن تبقى اقل من عملتك بكتير بس برضو هتصرفي كتير، يعني مثلا في لبنان الدولار ب 89,000 ليره، بس 89,000 ليره دول مش 89,000 جنيه، لو هم يعني هيجيبوا حاجه او ليره او حاجتين، يعني يجيبوا مثلا ازازتين ميه، ثلاث ازايز ميه كده. فدي اول حاجه لازم تعرفيها العمله اقل او اكتر، وفي نفس الوقت طب حتى لو هي اقل بتجيب حاجات كتير ولا لا مش هتجيب حاجات كتير. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى لازم نسرش نشوف الريفيوز والاكسبيرينس بتاعت الناس اللي كانت قبلينا كاتبه ايه عن الاسعار. لو في ترانسبورتيشن بخش اشوف على الويب سايت بتاعها، التيكت بتاعت القطر بكام، التيكت بتاعت الباص بكام، تحسبي حسبتك بالملي من قبل ما تطلعي من مصر من هنا. بالظبط كده. وممكن تبقي حاطه ايه
بادجت اعلى شويه احتياطي احتياطي عشان الازمات والمشاكل وكده. طب البلد دي مشهوره بالشوبينج ولا مش مشهوره بالشوبينج؟ ما هو ده بقى اللي مش مشهوره بالشوبينج اساسا، ان انا اساسا بطلع بالشنطه اللي طولي دي فاضيه علشان الموضوع ده، بس خلاص يعني ما بقاش دلوقتي. طب كلميني برضو، انت كمان بتعملي نفس الفكره، بتحسبي نفس الحسبه قبل ما تسافري؟ وبحجز كل حاجه كمان من قبل ما اسافر. دي حاجه مهمه، فدي حاجه بالنسبه لي بتفرق قوي، لانه حصلت مره وانا مسافره حصل تعويم وانا مسافره. فالتعويم كان وانا هناك، فانا اللي هو العمله فرقت معاكي وانت هناك ومش عامله حسابك. كريدت كاردز اتقفلت عليا فما بقاش معايا، فلولا ان انا كنت حاجزه دافعه الاوتيلز، حاجزه الباصز اللي هي ما بين بلد والتانيه، ربنا بقى كاتر. فانا كان بالنسبه لي اللي هو الحمد لله ان انا دافعه كل حاجه. انا شايفه دي نصيحه مهمه قوي، انه فعلا لو كل حاجه اساسا بتتحجز اونلاين، لو كل حاجه حجزناها من هنا هتبقى احسن كتير وهتبقى ارخص كتير. سريعا بسرعه قولي لي، عملتي ايه وانت رايحه لبنان؟ دبرتيها ازاي؟ عملت حاجتين. اول حاجه حسبت الفلوس اللي انا محتاجاها، كل حاجه، الفيزا وكل حاجه قبل ما اروح، وظبطت دنيتي جوه المدينه. وتاني حاجه اتطوعت في مزرعه هناك مقابل الاقامه. حلوه جدا دي، فما دفعتش فلوس كتير. عظيم بجد، يعني وقتنا معاكم خلص بسرعه قوي قوي، استمتعت جدا بالحوار معاكم. اكيد الكلام عن السفر والسفر نفسه في حاجات كتيره جدا جدا ما لحقناش حتى نتكلم فيها، بس في حاجه كتير قوي ممتعه وبنستفيد بيها. مبسوطه بوجودكم معايا، واتمنى لكم السعاده دايما، ولفوا حتت اكتر واكتر وتعالوا كلمونا عنها تاني. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا، اسماء ومريم وكاترين، وسعيده جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده. وبكده نكون خلصنا خلاص حلقتنا النهارده، نتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده من حلقه انتي الساعه 5 على شاشه اي تي سي. سلام.